بالدار البيضاء بادرت مجموعة من الفنانين والرياضيين والحقوقيين والإعلاميين إلى تأسيس جمعية تحمل اسم نجوم مواطنة، وذلك للدفاع عن قيم المواطنة ونشر ثقافة السلام والتسامح. والتفاصيل في ربورتاج رحمة الحناوي. هم نجوم سطعت أسماءهم في سماء الفن والثقافة والرياضة ببلادنا، أثروا أن ينظموا مجهوداتهم في إطار موحد بغاية الدفاع عن قيم المواطنة وإذكاء الحس الوطني لدى الناس. يساعدهم على تحقيق ذلك شهرة أكسبت احترام الآخرين. هي فكرة كانت في قلب كل واحد منا، أننا كان يسافر أينما حل وارتاح ويحمل المغرب في قلبه، واجتمعنا وقلنا علاش ما نأطروش هذه النوايا الطيبة ديالنا ونستغلوا قاعدتنا الجماهيرية وكفاءتنا لخدمة هذا الوطن، وهو يمر في ظروف انتقالية وما أحوج المغرب إلى أبنائه. أعطانا كثير وهذا وقتنا باش نعطيوه. خاصنا يعني نركزوا على المدارس، نرجعوا حب الوطن للصغار والشباب. خاصنا نعملوا يعني عندنا في مشروع ديالنا ان الجرائد مثلا الوطنيه توصل للصحراء المغربيه في نفس الوقت. خاصنا نعطيو الرايه المغربيه حقها، الشعار الوطني حقه. خاصنا نبنيو ابطال اللي غادي يعطيو الصوره ديالنا خارج المغرب، وهذا الشيء كله ممكن نديروه الى فعلنا الاشغال ديالنا. الوحده الترابيه للمملكه على راس قائمه اهتمامات الجمعيه، فهي تؤمن بدور الدبلوماسيه الموازيه في الاجنده، ايضا تنظيم تظاهرات فنيه وثقافيه ورياضيه وحقوقيه تمس جميع فئات المجتمع. التجربه اللي كنت عشت مع نفسي عز بودربله في القدم الذهبي، مشينا لمدن مهمشه بعيده بزاف ولقينا وليدات منحرفين، ويعني كيف كنقولوا بين قوسين ما رادينش على الوضع ديالهم، ولكن من ما قربنا لهم ودمجناهم في القدم الذهبي لقينا بانهم عندهم قابليه باش يبدلوا السلوك ديالهم، والحمد لله تاقلموا معنا في اسرع وقت. والان ملي توحدت الجهود ديال جميع الفنانين والاعلاميين والحقوقيين فكنظن الرساله ديالنا توصل بشكل جيد. رسائل وافكار بناءة يطمح هؤلاء اذن الى اقتسامها مع المواطنين، هدف سيعملون على تحقيقه الان بعد ان خرجت جمعيتهم الى الوجود.